حصل ان حضرتك جالك مباراة في ربع نهائي برازيل والدنمارك، واحدة طبعا من ابطع ماتشات البطولة، لكن بدأت بفخ. يعني الدنمارك لعبوا الفاول بسرعة في اول دقيقة في الماتش تقريبا وجات جول. في حكام بيحبوا يخلوا نجوم في الامان ويصفروا، لا رجع الكرة تاني. حضرتك مشيت الكرة عادي. بص، سر النجاح انك انت تبقى بتطبق القانون والتعليمات. القانون ما فيهوش ان انا اعطل اللعب، العكس، القانون اتعمل علشان انت كحكم تساعد على سرعه استئناف اللعب. اللاعبين اللي موجودين هناك والفرق والاجهزه الفنيه والمسؤولين عننا فاهمين ده كويس، وبالتالي بالعكس ده احنا لو ما عملناش ده يحاسبونا. فزي ما حضرتك قلت، انا في الدقيقه الاولى من المباراه كان فاول لصالح الدنمارك ناحيه الشمال، انا رايح عشان انظم الحيطه، اللاعب حط الكرة ولعب، سبته يلعب خلاص، هو عايز يلعب بسرعة، أنا ما أقدرش أعطله. اتلعبت باصة والتانية بالعرض وجول في دقيقة ونص، جول في البرازيل. وأعتقد إنه ده كان ليه دور كبير جدا في إشعال المباراة زي ما بالمعلقين بتوعنا بيقولوا، المباراة ولعت. ليه؟ لأن خلاص المباراة بدأت بدري، برازيل بادئ خسران جول من قبل ما يلعب. فطبعا واحده من المباريات اللي عايز اقول لك، اللي طبعا انا بعتبرها دي افضل مباراه ادرتها مع مباراتين تانيين، بس دي كانت الافضل للاحداث عشان مباراه تنتهي 3-2 لصالح البرازيل. يعني 3-2 دي انت لما تشوف نتيجه وتسال ويقول لك النتيجه 3-2 تعرف ان المباراه دي ما كانتش سهله، تعرف المباراه دي كانت متكافئه، تعرف المباراه دي فيها جري طول الوقت الاصلي والاضافي وفيها احداث كتيره. الحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى، لما خرجت من المباراه ديت كل الترشيحات سواء المسؤولين في الفيفا او للحكام، برغم انها كانت مباراه ثالثه ليا وما كانش في حد في بطولات كاس العالم بياخد اكتر من 3 مباريات، كل الناس رشحتني للمباراه النهائيه، وكل الناس قالوا، حتى كولينا كان ماشي مغادر لان ايطاليا وصلت، وهو مغادر وهو ماشي قال لي كده، قال لي جمال انت هتكون في الفاينل ان شاء الله بعد مباراة البرازيل والدنمارك. انا كنت معتقد ان انا خلاص دي المباراة الثالثة، فخلاص انا دوري انتهى يعني. فحسيت بقى ان انا يعني، هو انا كنت ما كنتش بحلم باكتر من ان انا انافس، لكن لا، ده انا نافست وخدت مباراة والتانية والتالتة في ربع النهائي بين فريقين كبار. وبعدين ابص الاقي الناس بتقول لي لا انت دورك لسه ما خلص، انت لازم تستمر لانك انت مرشح للمباراه النهائيه. فعلا الحمد لله كان المناقشه في الاجتماع اللي اتعمل عشان يحددوا حكم المباراه النهائيه، المناقشه كانت اختيار بيني وبين سعيد بالكولا فقط. احنا الاثنين المغرب ومصر افريقيا، علي بوكسيم قدم سيمي فاينل برازيل وهولندا، واعتقد ما فيش حد كان بيحكم سيمي فاينال وفاينال نهائيا ما حصلتش، فبالتالي خلاص هو خرج بره الترشيحات، واصبحت الترشيحات بيني انا وسعيد بالكولا، اتنين من افريقيا، اتنين عرب، اتنين كان اقصى حلمهم ان هم يروحوا البطوله ويحكموا مباراه زيهم زي اللي راحوا قبل كده. ولكن الحمد لله في النهايه تم التصويت وتم اختيار سعيد بالكولا للمباراه النهائيه. الاسباب بالعكس، الأسباب ما تزعلش، لأنه المباراة كان طرفها البرازيل وأنا كنت محكم للبرازيل في الكوارتر فاينال. كنت أنا حكمت 3 مباريات، كان سعيد حكم مباراتين 2 بس، فكانت الاختيارات أو الأسباب للاختيارات ما كانتش مبنية على مستويات، كنا متقاربين جدا، ولكن كان في محددات أخرى رشحت سعيد الله يرحمه، وأدار مباراة بشكل رائع جدا، هو كان بيمثلنا كلنا، وهو كان كأننا كلنا كنا معاه في الملعب. وده طبعا الشعور اللي كان موجود بين الحكام الخمسة أو السبعة، أنا آسف، اللي كانوا موجودين اللي استمروا للنهاية. ده كان نتيجة الحب وعدم الغيرة والوفاء لبعض. فأعتقد أنه كانت نهاية جميلة جدا للتحكيم العربي.